انت عندك ولادك في 2 منهم جراحين بسم الله ما شاء الله، وانت قلت لنا قبل ما نطلع هنا ان انت ما كنتش مهتم انهم يطلعوا دكاترة، يعني لا انت لا خالص ما كنتش لا خالص عايزهم يطلعوا دكاترة، لا كله وهم حبوا ان هم يمتهنوا الجراحة برضو. كله بالأخضر ده. أنا يعني بنتي الكبيرة دخلت الجامعة الأمريكية، كانت جايبة مجموع كويس وقدمت في الطب، قبلت في قصرين، بس الجامعة الأمريكية بتبدأ بدري يعني، فرحت الجامعة الأمريكية وأنا مبسوط إن بنتي هتطلع تاخد معلومات عامة وحاجات يعني ثقافة عامة. فلما اتفتح الدراسة في كلية الطب في قصر عيني، فصاحبتي قالت لها ده أول يوم تعالي، فراحت أول يوم حضرت محاضرة مقدمة في علم التشريح ومقدمة في علم الفسيولوجيا، رجعت قالت مش رايحة الجامعة الأمريكية تاني، أرجوكي ما أرجوكيش، طب خدي ده، طب ترمي، طب. وخدتها تقابل أستاذ في الجامعة الأمريكية حاول إقناعها إنها تفضل، بس عايزة طب. طيب فاتت سنين وهي يعني متقدمه بتجيب تقديرات كويسه قوي. جه اليوم اللي اتخرجوا خلاص، وبعدين في بيبقى حصل يعني يوم اللي التعيينات اللي هي حسب الدرجات. فانا كنت في وسط البلد، ولقيتها اتصلت بيا قالت لي بابا انا جات لي، انا ايه وقعت لي جراحه. ايه وقعت لي؟ هي كانت واخده، هي كانت في الامتياز واخده نفسيه، وكان هيجي لها نيابة نفسية مع حفظ الحق في انها تبقى معيدة، يعني في حاجات كده في النيابات. فهي اختارت فهو في لا هو في كان ففي وظيفة جراحة وقعت، يعني اللي كان مقدم لها راح حاجة تانية، راح حاجة تانية، فبيعلن عنها الأستاذ اللي كان ماسك الجلسة دي، فهي تقدمت لها وخدتها. فهي قالت كده أنا أصبت بالهلع يعني، بس أثبتت إن هي رأيها صح. لأن شوفي اللي يقول لك الجراحة بقى، الجراح كويس هو الذي يمتلك عين صقر وقلب أسد وأصابع امرأة وحضرتك تمتلك كل الحاجات دي شخصيا برضو، وهن بقى أحسن مننا في تحمل تبعات الجراحة. وأنا آمنت بكده. الستات دي شهادة حق. هن يعني دايما تقال هم عاطفيات ومش عارفين وبلاش تروح الدكتوره والدكتور بلاش جراحه. انا رايت انهن يعني يتحملن اكثر، طبعا بيتحملن الحمل والولاده، ودي طبعا ما حدش هو الراجل نفسه، ما فيش راجل يقدر يتحمل كده، لكن في العمل الجراحي الصعب هن اكثر ثباتا عصبيا يعني، وانا بعترف بيه. والمستقبل لهن في الجراحه. الشهاده كبيره جدا. اخر حاجه بسرعه شديده، قانون زراعه الاعضاء، وان انا اتبرع ان انا لما اموت اعضائي تتاخد، فيها اختلاف وجدل كبير. نفسك يحصل ايه علشان جزء من حلمك اللي تحقق زراعه الكبد، فزي زراعه الكبد ان احنا يبقى عندنا ده ومتاح من غير متاجر بيه. ما هو يوسف دي استنبأ بهذا الامر، ما قال لك كتب حاجه اسمها افتح القلب لما راح عمل العمليه عند مجدي يعقوب، سير مجدي يعقوب، كان جاله في بعد الجلطه دي حاجه ورمت كده في القلب ممكن تنفجر، وبعدين بعد شويه مش عارف افتح المخ، يعني تعرض لحاجات كده. فقال انه الامل في الطب هو انتشار عمليات استبدال الاعضاء يعني. فكان بيسال، جاء بقى في اول عصر الرئيس مبارك رحمه الله، هو راح قبل الرئيس مبارك، وانا قابلته ليلتها، وقال لي لا لا الراجل ده هيعمل حاجات، ده غير اللي قبليه، كان متحمس قوي له. فعمل برنامج في التلفزيون، هو يعني المذيع، هو المذيع، والبرنامج ده موجود لو تقف ماسبيرو، وكان يعني يستضيف حد ويعمل حوار معاه، ومنه مره مع الدكتور مصطفى محمود. فبدا يوسف ادريس يقول ايه، ان احنا كنا مع بعض كليه الطب، بس كل واحد راح في اتجاه ثاني. قلنا نعم نعم يعني، هو ايه؟ قال له انت في سكه وانا في سكه، وانت في سكه وانا في سكه يعني. انما كان حماس يوسف ادريس بالغ الى ان ابتدى كتب له اني اشكو منك اليك، يعني بعد ما شاف يعني قصص طويله عن زرع الاعضاء. القانون طلع التأمين الصحي، القانون اللي عاملينه بقول لحضرتك ما كانش هينجح إلا لو عملت تمهيد. لازم تمهيد. زرع الأعضاء ما ينفعش يتطبق القانون اللي بقى من سنة 2010 من غير تمهيد.
نحن مقصرون في التمهيد. تمام. التمهيد هو إعداد المجتمع لهذا الشأن. يا رب إن شاء الله الناس تنتبه ويعاد فتح الموضوع من جديد. حضرتك أسعدتنا ونورتنا ونفسنا نقعد نحكي معاك حلقات وحلقات، كل الامتنان بوجود حضرتك معانا. أنا أشكركم كل